السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيت. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الدولي النجم السابق مراد مغني، يعني وين لازم تعلموا من هاد الناس كيما شوف التصريحات كيفاش دايرين. شوف يعني على بالك التصريحات اللي بغات ينتقد، بصح النقد تاعو شباب يعني انتقاد تتقبله. خاش خرجوا ناس ولا يعايروا فيه، خرجوا ناس ولا يعايروا فيه. لا يا ودي تربع غادي كذا مراد مغني راه يهضر على كرة القدم، مارس دا كوب ديمون تاع الشباب مع فرنسا وحنا خطفناه ديناه. واحد من الكوزينه ما كانش يخرج تسيبو يعايلك في مقني فينك، ومقني فين مشي ليه ولا وين. يرى الدولي السابق مراد مغني بان المنتخب الوطني يملك كل المقومات التي تسمح له بالدفاع عن لقبه القاري في الكاميرون، رغم اعترافه بان الخبز لن يجد الطريق مفروش بالورود، مشير في حواره الى ان القائمه بالماضي منطقيه، واسعده كثيرا وجود صديقه بن عيادة الذي يراه قادر على تقديم الاضافه على مستوى الجهه اليمنى من الدفاع. لعب معه في قسنطينه، هو قال لك بلي ما غاديش تسيبها، وصح وانت غادي تسيبها واجده ولا غادي تلقى في الدوزيام تور، غادي تلقى كارتي فينال، تلقى ديمي فينال، تلقى فينال غادي تلعب، غادي تلقى جماعة بنادم ما خرج من الكوزينه قالوا كيفاش يقول بلي ما غاديش تسيبها مفروشه بالورود. روح انت فرش لهم الورود، روح انت، هو انت غادي تلعب مباريات كاع صعاب، كاع مباريات صعاب. شوف الدور الاول غادي يفوزوا، برومي ماتش نفوزو يعني ما كاش، دوزيام ماتش نربحو، كوت ديفوار ما غاديش نخسرو، غادي تتلعب البارتية على البرومي بلاس. بصح من دوزيام تورو روح نبداو نقولو صعيبة، كل مباراة صعبة، كل مباراة صعبة، ما كاش مباراة سهلة. حتى النهائي إن شاء الله بربي غادي نلعبوه، يعني كل مباراة صعبة، ما كاش حاجة سهلة. وفي بداية وين قبل الحديث عن المنتخب، أود أن أتقدم بتعازي الحارة إلى عائلة الفائقين كرة القدم الجزائرية سفيان لوكار. شو كيفاش تقدم بالتعازي تاعو الذي وفاته المنية أمسية يوم السبت في مباراة فريقه مولودية السعيدة وجمعية وهران. وأما فيما يتعلق بالقائمة الخضر فأراها منطقية إلى أبعد حدود. صح صح منطقية، أنا نقول بلي منطقية، على بالك بلي بالماضي من نهار اللي جا ما طاحش في قائمة كيما هذه، يعني قائمة 100%. وكاين اللي يقول لك يا ودي راهم تبليساو، يا ودي شكون لا 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 ديما همش قطع أساسية، كنت بقى تشوف بالماضي كاع ما غاديش يدير هذوك، ما غاديش يديرهم كاع، يعاودوا يولوا يعاودوا يصنعوهم ويعاودوا لا كاش تبليسة. واحد كيما عطل لا كاش تبليسة تشوف بن عيادة في بلاصته، هذا مكان الى كنا رابحين يخرج الزروقي يدخل كي يسموه يدخل بن دبكة ولا يخرج القدام، يعني المهم تشوف التغييرات في البارتيا بالدوزيام ميتو، تسيب تشوف بوست بوست، ما تشوفش تغيير الخطه، تشوف بوست بوست. هذا مكان وين جانا وين وبالماضي وين وجه الدعوة للعناصر الأحق بالمشاركة في الكان، ولا يوجد مدرب في العالم يرفض استعانة بلعاب قادر على تقديم الإضافة. صراحة لا يمكنني أن أحل مكان جمال لأنه في موقف صعب في ظل خيارات العديدة المتاحة وفي جميع المناصب، لكن امتياز الكاف وإضافة لعدد اللاعبين المشاركين سهل نوعا ما من مأموريته، خاصة بعد أن استغل كامل وقته وكافة لاعبين المنتخب المحلي الذين توجوا ببطولة العربية. بطبيعة الحال لأن المشاركة 12 لاعب قضوا بعضهم فترة لا تقل عن 3 أسابيع متواجين بكأس، يعتبر دفعة معنوية مهمة، رغم أنني
أخشى نوعا ما من إمكانية تأثير الجانب البدني على اللاعبين بالنظر إلى كثرة المباريات والتي عرفت نسق مرتفع في بعض الأحيان، لكنني بحكم معرفتي فإنه يعرف المدرب يعرف جيدا ما يجب القيام به، وأتمنى فقط أن تسترجع جميع العناصر كل إمكانياتها، لا سيما الذين شاركوا في جميع المواجهات في صورة حسين بن عيادة الذي أحييه وأهنئه بمناسبة تواجده ضمن قائمة المشاركة في كأس في الكار، ويستحق فعلا هذه الدعوة وأنا سعيد جدا لأجله. ومن خلال حديثي عن بن عيادة، هل لا يمكن تدخل في صلاحيات المدرب، لكن كل ما يمكنني قوله هو أن بالماضي لا يمنح الهدايا، وبن عيادة يمتلك كل الإمكانيات التي تسمح له بالتواجد في الكان المقبل، كما أنه من حيث المواصفات فلديه بروفيل خاص وطريقة لعب تختلف كثيرا عن طريقة اللعب عطال، حيث أرى بأن المدافع النجم الساحلي أفضل نوعا ما من الناحية الدفاعية، وفي بعض المواجهات تكون في حاجة لخدمات لعاب بهذه المواصفات، على عكس يوسف الذي يعتبر من نوع من المدافعين الذين يتمتعون بنزعة هجومية أكبر، كما أنه يريد توغل واختراق المدافعين. وأود أن أضيف نقطة مهمة بالنسبة لما يقدمه بن عيادة مع المنتخب، ليس بالشيء الجديد لأنه لعب معي في شباب قسنطينة وأعرف جيدا ما يمكنه تقديمه، وكنت أتمنى أو لو انتقل إلى أوروبا. المهم المنتخب الوطني يمتلك كل المقومات التي تسمح له بالدفاع عن اللقب القاري، صحيح أن المنافسة ستكون قوية في وجود عدد منتخبات القوية وفي مقدمة صاحب الأرض والجمهور الكاميرون، دون أن ننسى منتخبات مثل السنغال، المالي، كوت ديفوار، مصر التي تضم عدة لاعبين ممتازين. فالكرة القدم الإفريقية تطورت كثيرا، وعندما ترى ردود أفعال الأندية الأوروبية بسبب فقدان لاعبين في فترة الكان، فإنك تخلص كل شيء وثقتي الكبيرة في المجموعة الموجودة وعلى رأسها الناخب الوطني الذي يعرف جيدا عمله منذ قدومه على رأس الخض، وإن توجنا بكأس إفريقيا. المهم وإن نتمنى وإن شاء الله بربي كما يقول لك المنتخب الوطني يدخل الدورة بقوة، خاصة المباراة الأولى تكون في صالح المنتخب. يا رغم أننا سيراليون هذه يعني ماهوش منتخب قوي، ماهوش منتخب قوي، عندهم الكونديسيون فيزيك تاعهم بصح ماهوش أقوياء تاكتيكمو، حنا خير منهم تاكتيكمو، حنا خير منهم تاكتيكمو، خير منهم بزاف. باش يكون في عندكم ماشي قضية بلي ودي يخوفونا لعب ولا ما كان، لا يخوفونا لا والو، حنا رانا ملاح عليهم بزاف 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 بزاف، هذه متالي كاع. ومنتخب وطني راه واجد باش يربد القلة ويجي، راهم واجدين، راهم معولين عليها يردوا القلة ويجوا، وكلش راه في صالحنا، كلش راه في صالحنا. رغم أن الكوت ديفوار يبقى منتخب المنافس القوي في المجموعة تاعنا، قعدت عندنا الكوت ديفوار ما غلط، عند الكوت ديفوار منافس تاع قوي، هذا مكان، بصح فرق وخداخ سيرانيون ولا غينيا استوائية ماهمش فرق اللي غادي يشدوا الجزائر، خاص كي تبقى تشوف بروفيل تاع اللعابة تاعنا، بروفيل تاع اللعابة تاع زوج هادو المنتخبات، حنا خير منهم بزاف، خير منهم بزاف. فور عليهم بزاف وأقوياء في التاكتيك مخير منهم بزاف. هذيك غينيا استوائية تفرجت عليها كونتر تونس، ربحوا تونس، يعني هما عندهم طريقة لعب تاعهم، بصح حنا كي تبقى تشوف تونس تشوف لينا حنا أحسن من تونس بكثير. تونس فريق تعيس، ماهوش فريق لي يناقر وكلش، ماهوش فريق لي يناقر، فريق تعيس، بصح حنا رانا حنا الحمد لله ربي راه عندنا منتخب لي نعرفو كيفاش نيقوسو في افريقيا، وعندنا خبرة تاع اللاعب، راه عندنا لاعبين عندهم خبرة كبيرة،
راه عندهم راه عندنا لاعبين عندهم خبره كبيره في هذا المستوى هذا. عليه راه عندنا لاعبين ما شاء الله، وان شاء الله بربي كما يقول لك نكونوا كما يقول لك نكونوا في المستوى برك هذا مكان.